يحملها رغم كونها أكبر منه، لكن في سباق للحفاظ على الحياة تصغر الصعوبات ويكبر كل صغير. أزمة مياه متفاقمة تحذر منها منظمة الصحة العالمية، ليست المرة الأولى التي تطلق فيها منظمات عالمية هذا التحذير. الأرقام فقط هي المتغيرة في كل مرة حين تتضاعف مع ازدياد المتضررين من الحرب وتبعاتها. منظمة الصحة العالمية قالت في بيان جديد لها إن حوالي 19 مليون شخص يواجهون صعوبة في الحصول على المياه النظيفة، ما يجعلهم عرضة لخطر الإصابة بالأمراض المعدية. وكأن الموت لا يكتفي بأخذ أرواح اليمنيين بالقذائف والرصاص فقط، بل بالجوع والأوبئة والعطش. 21 مليون يمني يحتاجون لمساعدات إنسانية عاجلة. تتكرر هذه الجملة تقريبا في كل تقرير أممي يتحدث عن الوضع الإنساني المتدهور في اليمن، لكن التفاعل الدولي لحل هذه الأزمة وإغاثة هؤلاء الملايين العالقين في أتون المأساة لم يأتي بعد، حيث شهد من الأمم المتحدة نفسها وهو منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن جيمي لدريك أن حالة الطوارئ في اليمن لا تحظى بالاهتمام والدعم المالي الذي تستحق. الاحتياجات تفوق بكثير قدرات الشركاء على الاستجابة. ليطالب المنسق الأممي المجتمع الدولي بتوفير الموارد لتلبية احتياجات الشعب اليمني وتمكين العاملين في المجال الإنساني من تنفيذ مهامهم هناك. فهل سيستجيب العالم لندائه هذه المرة؟